معي الآن محمد الهادي مراسل شبكة شام من حلب. محمد مساء الخير، أبدأ معك. من سقوط صاروخ أرض أرض في حي القطرجي بمدينة حلب، حدثنا عن تفاصيل. نعم، مساء النور. سقط اليوم صاروخ أرض أرض على حي القاطرجي، حي من أحياء حلب بالقرب من جامع الباقر، وتهدم عدد من الأبنية السكنية ووقع ما يقارب 30 جريح، وعدد من الشهداء لم يؤكد رقم حتى الآن. يعني مجزرة ارتكبها النظام بالتزامن مع تحليق للطيران الحربي في تلك المنطقة، ثم أتى الصاروخ على بيوت مدنيين مما تسبب بهذا الدمار الهائل. ماذا على الوضع بشكل عام في حلب اليوم محمد؟ نعم، في مدينة حلب استهدف الجيش الحر كتيبة المدفعية في حي الزهراء بأربع صواريخ جراد، وانباع عن إصابات في صفوف قوات النظام. أيضا جرت اشتباكات بين الجيش الحر وعصابات الأسد في حيي بستان الباسية والشيخ خضر وسط قصف مدفعي عنيف على هاتين الأحياء. أيضا جبهات الإذاعة وحي صلاح الدين وسيف الدولة كلها جبهات مشتعلة حتى الآن، واشتباكات تدور بين الجيش الحر وقوات النظام. نعم. أما في ريف حلب فطيران حربي استهدف محيط مطار كويرس العسكري بالرشاشات الثقيلة، كما تم قصف بلدة كفر حمراء أيضا بالطيران الحربي. في مطار حلب الدولي جرت اشتباكات متقطعة على محيط المطار، مطار حلب الدولي ومطار النيرب العسكري، فيما تم قصف كل من روتيان والسفيرة في ريف حلب. شكرا لك محمد الهادي مراسل شبكة شام من حلب.